سمعنا الأغنية الجميلة الحلوة اللي ظهرت للنور بعد ما الأهلي كسب بطولة أفريقيا أمام الوداد، وبقى يغنيها كل جمهور النادي الأهلي. صاحب الأغنية وصاحب الصوت الجميل، صديقي العزيز الفنان الجميل، صاحب الصوت الرائع الأهلاوي الكبير، هيثم شاكر. مساء الفل يا هيثم، ومنورنا على قناة الأهلي. مساء النور يا أسامة، ومساء النور على كل السادة المشاهدين، جمهور أعظم نادي في الكون. مساء الدوري، مساء الدوري وأفريقيا، وإن شاء الله كأس العالم للأندية، ومساء كل حاجة حلوة، مساء الخماسية، وإحنا السنة دي كل مصدر سعادة سببه النادي الأهلي. مساء الخماسية وإحنا في موسم استثنائي، خمس بطولات لحد دلوقتي للنادي الأهلي. في البدايه هيثم، قول لي بقى، يعني اغنيه جميله، انا الجمهور، اغنيه لقت صدى كبير جدا مع الجمهور الاهلاوي، قول لنا حكايه الاغنيه، وظهرت في وقت كان مهم جدا والاهلي بيكسب البطوله ال11 امام الوداد المغربي في بطوله دوري ابطال افريقيا. اولا طبعا انا بمسي عليك وبمسي على كل الساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي. الأغنية بصراحة هي كلام أحمد حسن رؤول وتوزيع أحمد ولحن أحمد زعيم وتوزيع أسامة عبد المنعم. طبعا أشكر طبعا صديقي وأخويا النائب محمد الجرحي، هو شريك في صناعة الأغنية دي معايا. طبعا إحنا كنا عاملينها بقالنا شوية، وكنا مستنيين يبقى في مناسبة سعيدة قوي تحصل علشان يبقى مناسبة كويسة لنزول الأغنية. فحصل التوفيق ان في الموسم ده، يعني زي ما انت قلت من شوية، موسم استثنائي للنادي الأهلي، فالحمد لله احنا كنا شفنا ان هو وقت مناسب جدا لنزولها. تمام، شايف الموسم الاستثنائي ازاي ده يا هيثم؟ خاصة الأهلي ما شاء الله امبارح بيحصد البطولة الخامسة، اثنين سوبر مصري، بطولة كأس مصر، بطولة دوري أبطال أفريقيا، والبطولة الخامسة بطولة الدوري الممتاز. شايف الخمس بطولات ازاي؟ ولسه بتنافس على الكأس حقيقة، ولسه عندك السوبر الأفريقي، ولسه عندك كأس عالم الأندية، فلسه لا لسه في بطولات تاني إن شاء الله. وإحنا وأنت عارف جمهور الأهلي طماع. موسم طبعا ولا أروع، زي ما النادي الاهلي طول عمره عودنا، هو بيخش اي بطوله هو مطالب ان هو يحقق اللقب بتاعها. ودايما النادي الاهلي مصدر سعاده وفخر لكل الاهلاويه، يعني هو لو انت مودك مش حلو الاهلي بيعدلك حقيقه. ده بجد والله، يعني انا لو انا اليوم اللي بيبقى فيه ماتش للاهلي تاني يوم ده انا ما بعرفش انام، انا ببقى مستني الماتش وميعاد الماتش بفارغ الصبر. طب قول لي يومك بيمشي ازاي، او عايز ارجع لورا لبطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله ماتش الوداد، خاصه بعد ظهور الاغنيه، كواليس اليوم ده بالنسبه لك، شفت الماتش فين، اليوم عدى عليك ازاي؟ انا طقوسي في ماتشات الاهلي، يعني انا زمان كنت كنت بروح اتفرج على الماتشات كلها في الاستاد، ولو في لو الفريق مسافر كنت بسافر معاه وبروح معاه، بس طبعا مؤخرا بقيت بتفرج في البيت. طقوسي ان انا بتفرج لوحدي، يعني اوضه لوحدي وقافل على نفسي، علشان طبعا انت عارف الانفعالات والتاريخ والكلام ده والحاجات دي. دايما بتفرج لوحدي، وكان يوم طبعا الاهلي عايشه لنا كتير بصراحه. يعني الفرحه دي اللي الواحد والفخر اللي الواحد بيحس بيه ده، يعني مش هقول لك متعود عليه، بس الاهلي عايشنا اللحظات دي كتير قوي بصراحه. يعني شايف مستوى الاهلي ازاي السنه دي؟ والله مع جهاز فني على اعلى مستوى طبعا في البدايه، طبعا مجلس الاداره والحاجات اللي بيوفرها لفريق الكوره وعلى مستوى كل الفرق وكل اللعبات في النادي، طبعا مجلس اداره واستقرار وقرارات مجلس الاداره. جهاز فني على اعلى مستوى، راجل ذكي جدا، عارف ان اللي هيدي في التمرين 90 او 100% هو ده اللي هيبقى موجود. بيدور اللعيبه بشكل فوق الممتاز، طور اداء اللعيبه بشكل كبير جدا جدا جدا. لعيب زي حمدي فتحي قبل ما يمشي كنا بنشوفه في اماكن في الملعب مش متعودين عليه فيها، وبيدي فرص للناس كلها كمان. بالظبط، وبيدور زي ما بقول لك بيدور اللعيبه وبيديهم مهام جديده. ذكي جدا جدا جدا، عارف يتعامل ازاي مع اللعيبه، وفي نفس الوقت انت مش شايف حد زعلان،
انت شايف كله مبسوط، اللي قاعد بره زي اللي بيلعب جوه، وما فيش اي مشكله، ما فيش حد حتى اللي بيتبدل هو مش خارج زعلان، بالعكس هو خارج مبسوط لانه شايف قد ايه المدرب مبسوط منه والجمهور مبسوط منه وادى الدور اللي عليه. فالاهلي زي ما دايما بنقول في حته ثانيه، يعني مصدر فخر لاي حد بيشجع النادي الاهلي. اه ما شاء الله كوير ومتابع كويس قوي يعني. فعلا انت عارفني انا كوير قوي.